السلام عليكم ورحمه الله. الدكتوره اسماء زوجة نقيب المهندسين مهندس محمد حسين مرزوق. انا بهني الامه الاسلاميه كلها بعيد الاضحى، والواحد بيشكرهم والله على المجهود اللي بيبذلوه وعلى الاراده القويه دون تعب ودون كل، ما يقرب من 100 يوم على هذا الانقلاب العسكري، وما زال الاصرار موجود على انهم يحققوا ارادتهم ويعيدوا كرامتهم وحريتهم كما كانت في بعد ثوره 25 يناير. واذكر بس تذكره، يعني صحيح هي مش مناسبه مع العيد، ولكن الواحد بيناشد فعلا منظمات حقوق الانسان بانها تراعي وتاخد بالها وتراقب ما يحدث في السجون، وخصوصا سجن الوادي الجديد، حيث لا يباح ان الماء تاتي الا 3 مرات في اليوم، ساعه الصبح وساعه في الليل ونص ساعه في النهار. في الحقيقه يعني زوجي هناك وطلب مني ان انا اجيب له ميه معايا، فكل واحد يشيل ميه من بني سويف بقى مع الطعام والخضروات والفواكه، الشيل اصلا كتير، فمش معقول يعني ايه. وقال لي كمان انه من ساعه ما ذهب الى المعتقل لم يخرج خارج الزنزانه، ولاحظت فعلا هزال في صحته، يعني واضح ان الاكل لا يكفي، عينات من الطعام بيقول بيقدموا لنا عينات من الطعام، وما خرجش من حجره الزنزانه منذ ان ذهب يعني ما يقرب من اسبوعين تقريبا. فاناشد فعلا منظمات حقوق الانسان انها تراعي هذا الامر وتراقب السجون وما يجري في السجون، لان اسلامنا قبل ما اقول الغرب، اسلامنا بيامرنا بذلك. يعني في امراه كانت بتصوم النهار وتقوم الليل، ومع ذلك اخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقعدها في النار لانها حبست هره ومنعت عنها الطعام. فبل بالانسان، وهناك في الغرب في برضه منظمات حقوق الحيوان يراعى هذا مع الحيوان، كيف بالانسان؟ وما الجرم؟ ثم انه متهم لم يثبت عليه اي تهمه حتى يعامل بمثل هذه المعامله، مش الاول يثبتوا التهمه وبعدين يعاملوه. وان شاء الله ننتظر النصر ومستمرين حتى يقضي الله امرا كان مفعول، ومتاكدين من نصر الله سبحانه وتعالى، وارادتنا واراده الامه الاسلاميه لن تخور ولن تضعف، ومستمرين وان شاء الله النصر لنا باذن الله.